قال رحمه الله: دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا، فلسنا مستعدين أن نبيعها بالذهب والورق. نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع ويظن أنه يستطيع أن يستميلنا بالدرهم والدينار، على أن ذوي السياسة يعلمون عنا هذا. من أجل هذا فهم آيسون من أن يطمعون بمناصب أو بمال، وهذا من فضل الله على أهل هذه الدعوة المباركة. فأهل هذه الدعوة المباركة لم يحرصوا على دينار ولا درهم كما حصل لغيرهم، فانصرفوا عن هذا الطريق، ولا على منصب وكرسي كما انصرف الكثير عن الطريق، بل لم يزالوا ولا يزالوا في طريق الدعوة والتعليم والتوجيه والتربية والنصح والتواصي بالحق، فنفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. وشواهد الحق على ذلك كثيرة، والحمد لله هذه الدور والمراكز الكثيرة التي نفع الله عز وجل بها العباد والبلاد من أدل الدلائل على ذلك. فهم لم ينافسوا في سياسات، ولم يحرصوا على مناصب، ولم يزاحموا على دنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. حسبهم أن يستمروا في طريق الدعوة والتعليم، لا يؤذيهم أحد ولا يصرفهم أحد. ونسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يخرج أهل السنة والجماعة سالمين غانمين، ويرد بأس الظالمين بعضهم في بعض. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.